مدينة ناصرة. معنا من هناك مراسلنا إلياس كرام. إلياس، إلى أي حد سيطرت الشرطة الآن على الوضع في عكا؟ يعني على ما يبدو أن الشرطة الإسرائيلية نجحت ليلة أمس بالسيطرة على الوضع واحتواء الاشتباكات التي سرعان ما تجددت بعد انتهاء صوم يوم الغفران لدى اليهود، مع أن الاشتباكات كانت عنيفة في الساعات 24 الماضية وأسفرت حسب إحصائيات الشرطة عن وقوع 8 جرحى على الأقل، جراحهم وصفت بأنها طفيفة جدا لكنهم تلقوا العلاج في المستشفيات. وهناك حسب معلومات الشرطة أيضا نحو 10 معتقلين من كلا الطرفين اليهودي والعربي في المدينة. الآن الشرطة الإسرائيلية دفعت بمزيد من التعزيزات إلى مدينة عكا الساحلية، هناك نحو 700 عنصر من عناصر الشرطة الإسرائيلية وتحديدا الوحدات الخاصة المختصة في تفريق أعمال الشغب تتواجد بكثافة، وهي تتمركز حاليا بين نقاط التماس بين الأحياء العربية واليهودية في المدينة في مسعى لعدم تجدد هذه الاشتباكات. الأوضاع حتى هذه الساعة هادئة، لكن التوتر في الأجواء هو توتر ملموس ومشحون. ولكن ما نعلمه من مدينة عكا أن المدارس عادت إلى العمل هذا الصباح، ولربما يكون هذا مؤشر على بداية عودة الأوضاع في مدينة عكا. لكن إلياس، حينما نتحدث عن الوضع في عكا، عفوا المقاطعة إلياس، هل كلمة اشتباكات هنا وصف دقيق لما حدث فعلا، أم ربما اعتداءات لبعض المتطرفين اليهود على العرب هناك؟ بإمكان الوصف على الحالتين، يعني اشتباكات وأيضا اعتداءات من قبل الشرطة الإسرائيلية على المواطنين العرب تحديدا في مدينة عكا. الموضوع كله بدأ من مجموعة من اليهود المتطرفين في أحد الأحياء العربية واليهودية المختلطة في المدينة، عندما اعتدوا على المواطنين العرب ورجموا سيارتهم بالحجارة. العرب لم يسكتوا إزاء هذا الموقف ودفعوا بالمئات الذين قاموا هم بدورهم بالاعتداء على ممتلكات تابعة لليهود برجم السيارات بالحجارة والاعتداء على محال تجارية. ولكن عندما جاءت الشرطة بدلا من أن تحمي المواطنين العرب هي اشتبكت مع المواطنين العرب. إذن هذه هي صورة الوضع، هناك اشتباكات. هل كانت تدخل الشرطة إلياس سريعا تحديدا على المواطنين العرب؟ هل كانت تدخل رجال الشرطة سريعا؟ هناك اتهامات يعني من كلا الطرفين على هذا الموضوع. نعم إلياس، سألتك عن تدخل الشرطة بأي حد العرب في كان سريعا يقولون نعم أنا أسمعك عبد الصمد، وأقول بأن الشرطة لم تتدخل بشكل سريع، وعلى الأقل في النقطة المركزية عندما بدأ الاشتباك الأولي، بل دفعت الشرطة بتعزيزاتها إلى الأحياء العربية لصد المواطنين العرب الذين حاولوا الاندفاع والدخول إلى الأحياء العربية، وتركوا الموقف الرئيسي والمركزي على حاله. هناك انتقادات من المواطنين العرب الذين يتهمون الشرطة بالتقصير وعدم الإسراع في احتواء هذه الأزمة منذ بدايتها، وهناك أيضا اتهامات من اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يتهم الشرطة الإسرائيلية بأنها سمحت للمواطنين العرب بالاعتداء على الممتلكات اليهودية، ولكنهم ينسون أو يتناسون بأن المعتدي في البداية كانوا من المتطرفين اليهود الذين هاجموا سكانا عربا في مدينة عكا بدعوى أنهم خرقوا حرمة صوم يوم الغفران الذي صادف مساء يوم الأربعاء الماضي. ولكن على ضوء هذه التطورات في مدينة عكا عبد الصمد، الشرطة رفعت من تأهبها في كافة البلدات الساحلية المختلطة باليهود والعرب وأيضا في مدينة القدس، وعند محور الشارع الرئيسي في وادي عارة عندما هناك تكثر البلدات العربية. شكرا لك إلياس كرام، مراسلنا من مدينة الناصرة. ونواصل هذه النشرة من قناة الجزيرة، وفيها بعد الفاصل.